السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكلتنا النهارده سهله جدا وسريعه التحضير، وزي ما انتم شايفين كده شكل الطبق يفتح النفس على الاكل، يعني كده اللي مش جعان هياكل هياكل مع شويه زيتون مخلل كده من اللي احنا عاملينها، حاجه كده 100 فل و14 تستاهل بقكم. طبق الكفته الجميل جدا مع شويه رز كده بسمتي زي العسل يستاهلوا بقكم، وطريقه التقديم مفيش اروع ولا احلى من كده. يلا بينا بقى داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا احلى كفتة مع شوية الرز الحلوين دول ازاي. خليكي معي، سهل وسريع ولذيذ كمان. اول حاجة ابدأ بيها، انا معايا كده نص كيلو من اللحمة او على حسب افراد اسرتك. هي اللحمة بتاعتي كده جاية ملبسة شوية، فانا مش هحتاج اي دهون. عايزة تحطي ليا مفيش اي مشاكل. انا هبتدي اجيب بقى نص كيلو كده في بولة واسعة وابتدي افضيها عشان احط فيها باقي البهارات. المهم جبت كده بصلايه مبشوره فرم ناعم، واللهم صل على النبي عليها معلقه كبيره كده من الضيق، وكمان عليهم معلقه من النشا. الضيق والنشا ده عامل مهم في تماسك الكفته، ونص معلقه كده من الكفته، وما ننساش الملح بتاعنا، ونص معلقه من البيكنج باودر، وكمان بهارات اللحمه بتاعتي، وحطيت كده برضو كزبره ناشفه. والله ما صلى على النبي، عايزه تحطي رشه جوز الطيب براحتك خالص، اللي عايزه تحطيه حطيه. المهم هي دي بهاراتي في الكفته بتاعتي، وابتدي ادمجي كله كده مع بعضه، يعني لحد ما الخليط يندمج ويبقى عجينه واحده. ابتدي سيبيها كده تريح نص ساعة كده في التلاجة، وبعد كده هتبتدي تصبعيها بقى عشان احنا النهاردة هنشويها في الفرن. عايزة تشويها فوق على البوتاجاز من فوق مفيش اي مشاكل. هاتي الصينية او الصاج بتاعك، ابتدي كده دهنة بسيطة كده من الزيت بتاعك وابتدي صبعيها. انا جبت اللي هي ايه، شايفين الكفتة متماسكة شوية، جبت اللي هو عصيان اللي هي عصاية الشيش طاووق. تمام، ابتدي بليها مية عشان خاطر تطلع معاكي الكفتة بمنتهى السهولة. ابتدي بقى صبعي الكفتة بتاعتك، هتبقى زي العسل معاكي. واخدتش في ايدي وقت بصميها كده، ابتدي بصميها كده بصوابعك وظبطيها، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، المهم اللي هي هتبقى احلى كفتة معاكي، ولا هتكش ولا تهش. خلصي كل الكمية اللي معاكي، وبعد كده هنبدأ نحضر في الرز بتاعنا. المهم انا حطيتها بس تحت الشواية، هنا مش هتاخد يعني على الجنب ده 10 دقايق والجنب ده 10 دقايق، المهم خلي عينك عليها، ويعني دخليها الفرن، هي مش هتكمل معاكي صدقيني 10 دقايق، وتطلع معاكي بالشكل العسل ده، ولا كشت ولا هشت ولا قالت لك بم حتى، يعني بصراحة طعمها جميل جدا وواخدة لون حلو ومميز وزي العسل. تعالوا بينا بقى نحضر الرز معانا. حلتك على النار وابتدي احط فيها شوية من الزيت، اي نوع زيت انت بتستخدميه، وبعد كده معايا نص بصلاية مبشورة او متقطعة قطع صغيرة، ابتدي اقلبي بقى البصل مع الزيت، وبعد كده هبدا احط بقى ايه القرفه، عيدان القرفه وورق لورا، ومعلقه كده من الكزبره الناشفه واللوم. قلب قلب يا معلم، وبعد كده اول كده ما ياخد لهم تشويحه حلوه كده مع بعض وتشم الريحه بتاعتها، هبتدي انزل بباقي البهارات. البهارات اللي انت عايزة تحطيها في الرز مفيش اي مشاكل، كل واحد على حسب ما يحب. انا هحط النهاردة قرفة اللهم صل على النبي، وبهارات لحمة وكزبرة ناشفة. ابتدي اقلب اقلب كله يا معلم لحد ما تلاقي لون البصل كده اتبل معاكي وبقى زي العسل. وقت ساعتها انا معايا كده بولتين من الرز البسمتي المنقوع، اهم حاجة تنقعيه قبليها في مية، وبعد كده تصفيه وتبتدي تغسليه كويس وتبتدي تحطيه على البصل ده. نقلب كل الخليط الحلو ده مع بعضه، ويكون عندي بقى مية سخنة، طبعا الرز البسمتي قصاده كوبايتين، كوبايات الرز البسمتي قدامه كوبايتين من المية، فانا حطيت كوبايتين من الرز البسمتي احط قدامها 4 كوبايات من المية.
ابدأ بقى اظبط الملح بتاعه، عايزة تحطي فلفل مفيش اي مشاكل، وابتدي بقى ايه اهم حاجة تكون النار عالية وغطي عليه، اول كده ما يبتدي يبقبق معاك يبتدي هدي عليه النار. تقليب الرز بيبقى بشوكة مش بمعلقة، وبالذات لما يستوي كده خلاص هو دخل في السوى بتاعي، يعني خلاص قرب في السوى. يا اما تجيبي زعفران يا اما تجيبي لون اصفر، لون طعام اصفر مصرح بيه، وابتدي دوبيه كده في شويه ميه صغيرين، وابتدي حطيه كده يعني على جنب واحد، وسيبيه بقى يبقبق ويستوي مع نفسه. بصوا زي ما انتم شايفين كده الرز مفرفر وزي العسل، يستاهل بقكم. رز حبه وحبه، رزايه بيضه ورزايه صفرا، بجد طعمه وريحته زي العسل، تستاهل بقكم. اظن كده هي دي اسهل طريقه لعمل غدا مستعجله بقى عندك ضيوف لوحدك، يعني بصي الرز زي العسل يتاكل لوحده اصلا. ولا حطينا بهارات كتير ولا اي حاجه، بس صدقيني كانت ريحته تحفه بصراحه. ابتدي ساوي الرز بتاعك، وابتدي بقى ايه قدمي عليه، شيلي بقى اللي هو الورق اللورة والحاجات دي، وابتدي قدمي عليه الكفتة بتاعتك اللي زي العسل. بصراحة كده اكلة سهلة وسريعة التحضير، وفي نفس الوقت كده يعني تقديم الاكل احلى من الاكل يا جماعة، يعني قدموا الاكل بشكل حلو بحيث ان العين تاكل قبل البق، وفي نفس الوقت كده يبقى شكل مميز وجميل. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة والعظمة دي كلها؟ اظن تستاهل احلى لايك. انا قدمته برضو بالشكل ده، وكمان هقدمه بكذا شكل معاكم، وحيث اللي عايز ياكل بقى ايه اي طريقة تقديم تعجبه يعملها. وجبت كمان الاطباق اللي هي بتاعت المطاعم، وابتديت احط فيها الرز بتاعي، وابتديت برضه احط كده شويه من الكفته، هي الكفته رمت معايا بصراحه، احط شويه كده من الكفته، واحط عليها صوص كده مايونيز مع كاتشب مع هريسه الشطه. بصراحه الصوص ده كان طعمه جميل جدا، وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين كده الطبق بيقول لكم تعالوا كلوني. طرق التقديم ياما، بس اللي يعمل بيها. وكمان ابتديت احطها كده مع شويه زيتون من اللي احنا مخللينهم معاكم في القناه، واظن كده يعني اسهل كفته ممكن تعمليها مع شويه رز مبهر، حاجه كده 100 فل و14، سهله وسريعه التحضير وفي نفس الوقت لذيذه جدا. في نهايه الفيديو بقى انا مستنيه تعليقاتكم، ومستنيه ان شاء الله لايكات كتير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجه حلوه جديده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.